حملة بنغازي الخير. هذه الحملة مقدمة من الشعب الليبي برعاية اللجنة الوطنية للإغاثة في ليبيا، وهي ضمن سلسلة من الحملات الإغاثية التي يتم جمعها في ليبيا وإرسالها إلى سوريا. شارك بجمع الحملة كافة مكونات الشعب الليبي والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، كما صرح الوفد الليبي المرافق للحملة. هذه الحملة مقدمة من اللجنة الوطنية للإغاثة، مقر هذه اللجنة الرئيسية بمدينة بنغازي. انطلقت الحملة من مدينة بنغازي، وهذه ليست أول حملة تدخل الأراضي السورية منذ سنتين، ونحن نعمل على دعم الشعب السوري، وإن شاء الله نستمر في دعم الشعب السوري حتى نصل بإذن الله. الحكومة السورية المؤقتة بدورها قامت باستلام القافلة والتي بلغ عددها 25 حاوية، سهلت دخولها إلى تركيا ومنها إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي، كما أكد الدكتور عثمان بديوي وزير الإدارة المحلية. استلمنا هذه القافلة، كان الشحن على الحكومة السورية والتخليص والإدخال طبعا وتقديم المواد على الأخوة الليبيين. هي حملة مساهمة من الأخوة الليبيين تعبيرا عن شعورهم لمحبة للشعب السوري، وعن حاجة أنهم سيقفون مع الشعب السوري في احتياجاته. الحكومة المؤقتة تسعى إلى إيصال محتويات الحملة للمجالس المحلية في المحافظات، بغية تفعيل دور المجالس ومركزية العمل المؤسساتي لبناء سوريا، وخطوة لنقل الحكم من نظام بشار الأسد إلى الشعب السوري الثائر. تقويت المؤسسة، المؤسسة التي كنا نفتقدها طوال الثورة هي مؤسسة الحكومة السورية، المؤسسة التي الثورية، ونحن نعمل على تدعيم هذه المؤسسة من خلال المجالس المحلية ومجالس المحافظات وتمكين هذه المجالس. تجسد الحملة مثالا للعطاء واحترام الإنسان لأخيه الإنسان ووقوفه إلى جانبه في المحن والمصاعب. هذا ما أعربت عنه الحكومة المؤقتة من شكر للوفد الليبي على هذا العمل. من معبر باب الهوى الحدودي، أبو علي الروجي، شبكة شام الإخبارية.